وسهلا بحضراتكم في اول حلقه من برنامجي بالميزان. برنامج بالميزان كل يوم هنناقش برنامج قانوني يهم كل بيت مصري. البرنامج اسبوعي يوم الاحد الساعه 2:30. هبقى مبسوطه قوي بتليفوناتكم ومتابعتكم البرنامج. طبعا النهارده بقى بيسعدني ويشرفني وجود الاستاذ خالد درويش المحامي بالنقد والاداريه والدستوريه العليا وصاحب الطعن على انتخابات نقابة المحامين الفرعية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ خالد، نورنا. الشرف لينا يا فندم. طبعا احنا واخدين حضرتك من الدار للنار، أنا عارفة أن حضرتك جاي من الجلسة على هنا على طول. فأول حاجة هنتكلم فيها هو الطعن، يعني المفروض ده آخر سؤال عندي، بس مش قادرة بقى أخليه هو آخر حاجة. إيه هو الطعن اللي حضرتك عملته وعملته ليه رغم أن حضرتك مرشح على عضوية نقابة على نقيب شمال القاهرة؟ هو الحقيقة أن أحد الزملاء اللي أقام الطعن الأستاذ عماد عزة، وأنا وكيل عنه، النهاردة تدخلت انضمامي للطعن لصفتي مرشح عن انتخابات نقابة القاهرة في مركز النقيب وأحد أعضاء الجمعية العمومية. كان إيه سبب الطعن يا فندم؟ سبب الطعون إن النقابة العامة لما أعلنت عن انتخابات النقابات الفرعية وحددت الميعاد 8/2 والإعادة 15/2، ما راعتش وضربت بعرض الحائط قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء في جانحة كورونا وعدم التجمعات. وصل إن النقابة العامة جالها كورونا لما عقدت جمعية عمومية لدمج النقابات، واكتر من تلت الاعضاء المجلس جالهم كورونا، ورحمه الله عليه الاستاذ سيد عبد الغني امين الصندوق توفى وشقيقه، واجلت النقابه حلف اليمين وعايزه تعالج هذه المشكله منين، وفي نفس الوقت تدعو للانتخابات، واصدرت كمان قرارات غير عادله بان هي هتقيم الانتخابات في اوض محامين المحاكم ومقرات اللجان النقابية أو الدوائر الجزئية، لأن وزارة العدل رفضت إجراء انتخابات في القاعات كالعادة. ما كنا بنعمل انتخابات، بس في إشراف من وزارة العدل على الانتخابات ولا لأ؟ اتبعت جواب من النيابة الإدارية من الرئيس بالاعتذار عن الإشراف. وأصبح دلوقتي هتعملوا إزاي الانتخابات من غير إشراف قضائي؟ ما أصبح دلوقتي أنا كمرشح، إيه الضمانة والعدالة والمساواة في ان انتخاباتي هتتم في مقر اللجان اللي مسيطر عليها اعضائها اللي هم اعضاء المجلس السابق، مع احترام طبعا لاشخاصهم؟ ايه الضمانه ان مفيش اشراف قضائي؟ ايه الضمانه ان انا عندي جمعيه عموميه؟ على فكره معلومه ان لما يكون جمعيه عموميه لمحامين مصر من اسكندريه لاسوان 100,000، احنا 200,000 بعد التنقيه، نصها بيكون في القاهره. تمام، يعني اللي في القاهره قد بقيه المحافظات. الجمعية العمومية عندي بتزيد عن 30,000 محامي في القاهرة، ويجب لنجاحها حضور التلت أو 3,000 عضو، وإذا ما حضروش بتؤجل طبقا لنص القانون في المادة 124، وده برضو في يعني في خطأ حصل، لأن المشرع لما بيقول لفظ احنا منحاسب على اللفظ، لما يقول في خلال أو يقول قبل أو يقول بعد. المشرع في المادة 124 قال إن لما تجرى الانتخابات ولم يكتمل العدد أو الـ3,000 تؤجل لمدة أسبوعين. إذا لم يحضر في الحالة دي 1500 تؤجل في خلال أسبوعين، فأصبح في فرق بين تؤجل لمدة لبعد أسبوعين يبقى لازم 15 يوم، وإن تؤجل خلال أسبوعين. طب انتهى لإيه النهاردة الطعن مع المستشار؟ فالنهاردة المستشار ما حضرنا وقدمنا المستندات. كان برضو من الوقائع الجميله انه القاعات دلوقتي بيحددوا عدد المحامين على الرول عشان حمايه لمرض الكورونا. فالقاعه بيبقى فيها حوالي 20 محامي، وهكذا يبدا الرول ينده على اللي بعديه عشان ما يزيدش العدد، وطبعا واخدين كافه الاحتياطات. فلما وقف قدامه اتنين من الطعنين شخط، قال واحد بس، فقالوا له احنا اتنين، قال لا واحد بس، احنا كفايه الكورونا بتاعت كل يوم. يعني الاثنين طعنين في نفس الوقت؟ فعايزين يحضروا، ده طبيعي لو حتى 10 بيحضروا مع بعض طبعا. يعني لما زعق ليهم وقال لهم واحد بس، قالوا احنا اثنين يعني الطعنين، قال واحد بس يعني واحد بيتكلم. فلما جينا حضرنا بتاع، قلت له سعادتك اذا كنت حريص على صحه المحامين والقاعه من 20 واحد،
فهنكون حرص ازاي على صحة المحامين في جمعية فيها فوق 30,000 ويحضر فيها 3,000 او 5,000؟ لان صحة المحامي عندي اهم بكتير من اي منصب نقابي. ليه الإصرار يا أستاذ خالد، ليه الإصرار على إجراء مثل هذه الانتخابات في الوقت الحالي مع جائحة كورونا؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا دلوقتي يعني بعاند قرار رئيس مجلس الوزراء وفي نفس الوقت حاجر الانتخابات في أوض، يعني احنا عارفين طبعا المحاكم فيها أوض طبعا، فهجر فيها الانتخاب وهجر في مقرات الكم اللي المفروض، يعني دي النقطة اللي ده قرار مين يا فندم؟ النقابة العامة، قرار النقابة العامة ان احنا عشان كده ما اتعمل الطعن دوت على انها تتوقف لغايه ما نقدم للازمه دي. انا واحد من المرشحين اللي يهمني ان الانتخاب يتم النهارده مش ان انا اجله، بس صحه المحامي عندي اسمى واهم من اي مركز واي منصب. اكيد طبعا، اكيد مع زياده كمان حالات الوفيات، ده كل يوم. والمحامين يعني في الجمعيه العموميه اللي اتعملت لدمج النقابات، لان من حق النقابه العامه ان هي تدمج اكتر من محكمه. ما احنا عشان نفهم دي برضه للساده، النقابه الفرعيه بتبقى كل نقابه فرعيه في لمحكمه كليه ابتدائيه. كان الاول عندنا مجلس واحد بس في القاهره، بعد كده اتقسم لاربع مجالس، شمال وجنوب والقاهره الجديده وحلوان. ويجوز ويحق للجمعيه العموميه ان هي تدعو لدمج محكمتين مثلا مع بعض، يعني مثلا القاهره الجديده والشمال تبقى شمال. عملوا الجمعية العمومية وفشلت لأن العدد ما كملش، وأصيب بأكتر من 3/4 أعضاء المجلس ومات فيها. ومع ذلك برضه لسه في إصرار على إجراء الانتخابات في موعدها. وأخطاء، يعني مثلا لما يكون النص مادة 124 بيقول لي إن لو الجمعية ما انعقدتش في الموعد تؤجل أسبوعين. القرار اللي طالع من المجلس حاليا إن الاجتماع أول اجتماع 8/2 ولو ما اكتملش العدد 15، يعني أسبوع. يعني برضه ده لمصلحة مين؟ ما اثرش برضه اسبوعين. طيب نستاذن حضرتك والسادة المشاهدين، نطلع بس فاصل قصير ونرجع نكمل موضوعنا. اهلا بحضرتكم من جديد من فاصل. معنا بقى الاستاذ خالد، هنكمل بقى موضوع الانتخابات. يعني ايه بقى انتخابات نقابات فرعيه، ويعني ايه مرشح على مقعد نقيب محامين شمال، والفرق ما بين مقعد النقيب والاعضاء في الفرعيات؟ تشرح لنا كده في عجاله ايه الموضوع ده عشان نبتدي نعرف هتقدر تقدم ايه للمحامين، وخاصه الشباب بقوا مطحونين، بينزلوا المهنه ضياع، ما فيش بلان، ما فيش خطه، ما حدش حاطط ايده على خط مستقيم يمشي عليه يوصل للنجاح. اتفضل. نقابه المحامين هي النقابه العامه اللي بتقوم على شؤون المحامين في الدوله كلها، الدوله المصريه، وطبقا لنص القانون يبقى عندها نقابات فرعيه في كل محكمه ابتدائيه. النقابه العامه بيكون ليها
موارد من خلال الاشتراكات ومن خلال القيد ومن خلال الإعلانات في المجلة ومن خلال الاستثمارات بتقوم بها بالصرف على الرعاية الاجتماعية والصحية. النقابات الفرعية بتبقى ممثلة للجمعيات الفرعية زي ما قلنا في كل محكمة ابتدائية. بنص القانون بيتم تشكيلها من نقيب وأعضاء لا يقل عن 7 أعضاء وعضو شاب عشان يبقى العدد لكل دايرة اسم عضو أو كل دايرتين. القاهرة فيها 9 أقسام. ده بعد الدمج؟ أعضاء. لا بعد الدمج اللي حضرتك اتكلمت عنه ولا قبل الدمج؟ لا ما بقاش في دمج خلاص، موضوع الجمعية عشان يدمج فشلت، فأصبح إن أنا عندي 4 نقابات فرعية في القاهرة، شمال والقاهرة الجديدة وجنوب وحلوان. كل نقابة منهم بيمثلها نقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 7 على الأقسام الجزئية. يعني ممكن نضم زي مثلا موجود في الشمال اسم شبرا مع الساحل يمثلهم عضو، مصر الجديدة عضو، رود الفرج عضو. من الأعضاء دول بيتم العمل مع المحامين اللي داخل الجمعية العمومية بتاعتهم. النقابة العامة المفروض هي اللي بتقوم على شؤون جميع المحامين في مصر من الرعاية الصحية والاجتماعية زي موضوع المعاش وزي موضوع العلاج، وعاملة نظام علاجي وعاملة معاش وابتدت في الزيادة في الجمعيات اللي سابقة. النقابة الفرعية دورها ان هي بتشوف الخدمات زي موضوع الشباب مثلا، المشاكل اللي بتقابلهم، لكن ما تقدرش ان هي تعمل نظام مثلا معاش. ليه مش عارفين نعالج مشكله الشباب داخل نقابه المحامين؟ لان الشاب بيبقى عايز امكانيات ماديه في ان هو بيبقى عايز يبني مستقبله، ولما بيبدا حياته بيكون الدخل بسيط. يعني قبل المستقبل يا استاذ خالد، المحامي عايز بدله عشان يتكلم عن سعادتك على ده، انا ممكن اوفره يعني، ممكن كفرعيه ابسط متطلباته اللي احنا بعد كده بنرجع نحاسبه عليها. ليه مش لابس الزي الرسمي وانت داخل قسم شرطه او محكمه؟ عشان كده بنلاقي دايما في مشاكل ما بين الشباب المحامين داخل اقسام الشرطه، داخل المحاكم، داخل المقرات الحكوميه، لان احنا ما ساعدناهوش اصلا من البدايه ان هو يبقى يملك ولو حتى بدله عشان يلبس الزي الرسمي فيدخل المكان يتعامل بشكل لائق. لا هو قدمت ايه نقابة المحامين؟ ما بيخشش بالشكل اللائق، فده راجع ليه. يعني انا المطلوب مني ان انا في حدود امكانياتي، لان انا عشان ادي خدمه لازم يكون عندي امكانيات. طبعا انا امكانياتي طبقا للقانون متخصصات من النقابه العامه. النقابه العامه ما بتدينيش متخصصات. انتوا اغنى نقابه في مصر تقريبا. اللي حصل ان 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 في دخل طبقا للقانون بيرد للنقابات الفرعيه من التصديق على العقود. تمام، ده طبقا للقانون. مش بنستغله ليه بقى للشبابيه؟ النقابات الفرعيه اللي حصل ان هي لما خدت المتخصصات دي على اساس ان هي شخصيه اعتباريه مستقله وان ده دخل ليها، النقابه العامه رفضت ده وقالت لا طبقا للقانون ده اللي يجي عندي انا وانا اطلع لك نسبه ليها، لان كان المحامي بيشوف اني نقابه هتدي له اكتر فيروح يصدق عندها. برضه حضرتك بتتكلمي على تصدير العقود وكان المحامي ده اشتغل. لا كانه اشتغل، هو اشتغل عشان يكون دخل عندي انا اقدر ان انا اعمل بيه للمحامي الشاب خدمه. دمان. زي ان انا اعمل له معرض للبدل، زي ان انا اجيب له مكتبه قانونيه بالقسط، زي ان انا اساعده في مع اضافه شغله، لان اي مكتب انا هوفره له. احنا بنعمل المفروض بقى ده دور الاعضاء اللي موجودين في دوائرهم ان هم يستعينوا بحاجه اسمها لجنه نقابيه. اللجنه النقابيه دي كانت موجوده في العهد السابق في عهد ده بيرجعنا للسؤال اللي كنت لسه هسأله لحضرتك. اللي هي ايه دور اللجان النقابيه وليه مش مفعله؟ اللي مش في شخصنه في ان خالد يبقى منفرد في الدايره. يبقى في مساعدين معاه يقدروا يحسوا بمشاكل الدايره اللي معاه ويوصلوها للنقابه. ما هي اللجان النقابيه بتبقى حوالي 7 أعضاء. القاهره شمال القاهره 7 أعضاء لسبع دوائر. تمام. بنص المادة 156 استوجبت ان يتم انشاء اللجان النقابية اللي كانت موجودة قبل كده في عهد النقيب الله يرحمه الاستاذ عزيز محمد. لكن ده من الاخطاء اللي انا بعتبرها في المجلس السابق، لان انا طبعا ما بحبش اتكلم عن مجلس اثر او في اخطاء، لكن كان المفروض انه ينشئ هذه اللجان عشان يبقى فيه
تعايش بينها وبين اعضاء الجمعيه اللي داخل الدايره ويحسوا ايه المشاكل عندهم ويوفروها. طب ما هو بالفعل كان في لجنه قبيه بس كانت مجمده على الورق. ايوه كانت مجمده كانت محطوطه في الثلاجه. وجهه نظر ان اللجنه ممكن مثلا تقوم بعمل بتشكيل لجنه منها داخل النيابه، لان بيلزم القانون النيابه في ان في وجود تحقيق مع عهد المتهمين يحضر محامي. فاللي بيحصل ان السيد وكيل النيابه بيكتب على الورق انه بعت اوضه المحامين ملاش محامين ويتم التحقيق عشان ما يبقاش في بطلان يعني. ليه انا ما يكونش عندي حد ممثل؟ ودي طبعا فيها احترام وما فيهاش اي غضاضه، انه في اتصال بينه وبين رئيس المحكمه او وكيل رئيس النيابه ان اي تحقيق يبدا يتصلوا عليه يروح باعت احد الزملاء، فيبقى عنده برضه جزء من الزملاء هياخد. يعني نعتبر دي 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 جزء من الخطه اللي حضرتك راسمها للخدمات اللي هتقدمها للمحامين، زياده الكتب لموضوع المكتبه القانونيه. لا في حاجه اهم من دي، اتفضل. ان احنا وصلنا في لمرحله ان العمل اتغير بالتوثيق الالكتروني وال دلوقتي بقى تجديد الحفظ اونلاين. في كتير محامين ما تعرفش دوت وما عندهاش ثقافه لده. فاحنا من خلال النقابه ان اراد الله، سواء يعني الواحد موجود او مش موجود، ان ينادي بان لازم يكون في تثقيف للمحامين من خلال ندوات، من خلال توزيع كتيبات، عشان عارف يتعامل ازاي مع المهنه في انه يرفع الدعوه، انه يبشرها، لانه بقى كله اونلاين دلوقتي عن طريق الالكتروني. فده من ضمن خطتي ان انا معهد المحاميه رايك فيه ايه كمعهد؟ مفترض ان هو المحامي الخريج اللي لسه جديد بيعدي عليه كده اول ما بيتخرج من الجامعه علشان يبقى محامي، هل هو اتى ثماره ولا لم يؤتي ثماره؟ لا هو لسه لم يؤتي ثماره، لانه هو اتحط من السنه اللي فاتت او اللي قبلها بإنشاء المعهد، وإلزام المحامي إنه يحصل على شهادة من المعهد اللي كان موجود في السابق في المجالس السابقة، وبنتمنى إن هو يكون مفيد للمحامي. يعني أنا عايز أضيف إن أنا ممكن من خلال نقابتي أنا بقى الفرعية مع الاتفاق مع الأعضاء اللي هم الفرعيين أعضاء المجلس، إن يتم تثقيف المقرات اللي موجوده لكل دايره مقر ما بتمشي. ليه غير مستغله المقرات دي رغم ان هي في اماكن حيويه جدا؟ كان في مشروع سبق عرضه ولكنه تم رفضه ان هو يستغل المقرات دي في عمل يعني حاجه زي عيادات. المفروض ما انا بقول لسعادتك ان الاعضاء تخدم المحامين. يعني اذا اتكلمنا في حسن النيه، ان الاعضاء عشان يعملوا اعمال زي ديت ويستثمروا العائد حتى بتاعها، زي ممكن يبقى في المقر مثلا كتابه بالالكترونيه، طباعه لخدمه الساده المحامين مثلا، او الشباب اللي هم ما عندهمش مكاتب فمش ما عندهوش الدخل اللي يقدر يعمل ده لكن في ظل وجود زي ما قلنا ان الدخل بقى من خلال تصدير العقود، لا كان يقدروا يعملوا. يعني انا بتكلم في دي ان ما فيش مقر، مش هقول كل المقرات لان برضه في مقرات بتعمل يعني. طب هو قرار اني اخد يعني كل الثمار بتاعه العقود وارجعها للنقابه العامه؟ حاليا ده قرار جمعيه عموميه؟ لا، قانون وصادر من نقيب ان الدخل اللي بيخش في الاستثمار يروح النقابه وهي تحدد جزء. طب هو النقيب يملك منفردا ان هو يصدر قرار زي ده؟ قرار مجلس صدر قبل كده. ده في نقابه زي القاهره الجديده متقدمه لنيابه الاموال العامه، لان هي خدت الاموال كلها وضربت كلام النقيب بعرض الحائط. يعني القرار ده لا يجوز مخالفته. المفروض طب يعني عجاله كده خالد، يعني انا عايزه بس لازم يبقى في توافق بين المجلس وبين العامه في ان تزيد النسبه. يعني اصل النسبه دي مش هتبقى اقدر اعمل بيها حاجه. انا مش مقدرش اعمل معاش للمحامي مثلا لانه ليه معاش في النقابه، لكن اقدر اعمل ايه؟ انا اتفقت مع الهيئه العامه للتامينات انه نتامن على المحامين اصحاب المكاتب والمشتغلين في حدود الحد الادنى 500 جنيه، واللي عايز اكتر يعني شرايح بتدفع على اساس ان ده بيبقى تامين ليه. طب رايك ايه في معاش المحامي اللي هو عشان ناخده بعد وفاه المحامي؟ الاسره بتتكبد عناء ان هي تجمع لي بقى توكيل عن كل عام اشتغله، ولو والسنه اللي مش هنجيب فيها توكيل مش هنتحاسب عليه. ده الحقيقه،
الحقيقة طبعا. اللي بيحصل ان المحامي اللي كان بيشتغل لمدة 30 سنة او 40 سنة اللي هي المدة الكاملة، اذا جاب 20 توكيل ياخد عن 20، اذا جاب 10 على 10. النقابة كانت بتدعو، طب ما ده ظلم ده ومحف لحقوقه، ان المعاش يبقى بالكارنيه. يعني المفروض ان انا محامي وبمارس المهنة من سنة 85 للنهاردة، يعني 35 سنة، لما اقدم الكارنيه يطلع لي معاش 35 سنه. طيب. ليه؟ مش هقول بقى الحجج ان ممكن واحد مكتبه اتحرق او واحد مكتبه ما احتفظش بالتوكيلات، او لان ده وارد، او ما جالوش شغل في سنه وده وارد برضه. لان انا مقتنع ان بالاحكام اللي صدرت من القضاء الاداري في بعض القضايا ان معاش المحامي بالكارنيه. يعني كان حصل خلاف لبعض الزملاء اللي كانوا بيعملوا بره وتوفوا، لما جم يقدموا حسبوا لهم على المده اللي جابوا عنها توكيلات. رفعوا قضايا وصدرت احكام، والاحكام دي عندي، يعني ان المحامي معاشه بالكارنيه، يبقى المفروض ده يتطبق. استاذ خالد، ممكن بس تقول لنا كده في عجاله بقى ايه يعني تطلعاتك كده للقرار بتاع الطعن؟ شايف ان الطعن ممكن ياجل الانتخابات ولا يلغيها، ولا توقعاتك ايه بما انك انت حضرتك اللي عامل الطعن طبعا؟ لا مش لا، هو الزميل الاستاذ عماد اللي كان عامله، انا تدخلت انضمامي، انضميت النهارده. وجهه نظري ان من اللي شفته من رئيس المحكمه النهارده وحفاظه على صحه المحامين، انه ياجل مش يوقف، يعني يعني مش يلغي. لان يعني زي ما قلنا ان طبقا للقانون لو الجمعيه العموميه ما كملتش ما هي بتؤجل، فانا ايه اللي هيضرني ان انا لو اجلتها شهر او اجلتها شهرين؟ مش هيضرني. انا بل بالعكس، انا كمرشح جديد على مقعد النقيب ده يضرني انا، يعني انا عايز الانتخابات تخلص، مش عايز تاجل. ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق بمعالي النقيب، وان شاء الله نبارك لك لما تنجح ان شاء الله في المنصب دوت. وبنشكر حضرتك على اللقاء الجميل ده، شرفتنا ونورتنا. وبشكر القناه على اهتمامها بهموم ومشاكل المحامين، وبتمنى يا رب تكون في تقدم دائم. نورتنا استاذ خالد. وفي نهايه الحلقه بنشكر الاستاذ خالد درويش، المحامي بالنقد، مرشح على مقعد نقيب شمال القاهره. نشكر حضراتكم، وانتظرونا موعد الاحد القادم الساعه 2:30 عصرا باذن الله في برنامجكم بالميزان.